في الوقت اللي وصل فيه فريق اي تي بالعربي لباريس عشان يكون مع سعد المجرد حصريا في حفلته الاولى في قصر المؤتمرات، فوجئ بخبر توقيفه. على خلفية اتهامه من واحدة من البنات اتقال انها كانت معاه في الفندق اللي قاعد فيه في شارع الشانزليزيه في باريس. تهمة سعد مش واضحة لغاية دلوقتي. الخبر تداولته الصحف الفرنسية والعربية، وتم نشر صورة ليه اتقال انها لحظة توقيفه من الشرطة. وإي تي بالعربي بمجرد الإعلان عن الخبر تواصل مع إدارة أعماله عشان نعرف التفاصيل. هاي تركيبة، عملوا له تركيبة للصبي، أنا هلأ طالع عبريس بس عم تبين أنه ضرب، يعني عاملين فيه ضرب، ليش بعد ما بنعرف، بس هذا ضرب. وفريقنا هيحقق في الموضوع وهنتابع تفاصيل القضية وهنكشف لكم حقيقة اللي حصل. جمهور سعد في المغرب اتضامن معاه في حملات على السوشيال ميديا طلبت السلطات المغربية بالتدخل، وفي أخبار قالت إن وزير الثقافة المغربي بيتابع الموضوع. أول المتضامنين معاه كانت ابتسام تسكت اللي نشرت بوست على إنستغرام قالت فيه إنه فخ مدبر من أعداء النجاح.